هحاول اريكورد كده. فالتوبيك كله هيبقى مايند ماب بتوضح لك ازاي تفكر او ازاي تعرف اكتر عن الموضوع، المواضيع اللي هي المتشعبة في الكريبتو عموما. خلونا بس الأول نبدأ بانترودكشن صغيرة عني. أنا أحمد عبد الله، شغال في أوشن بروتوكول. أوشن بروتوكول دي فاونديشن خاصة بحاجات ليها علاقة بالـ AI والبلوك تشين، وبقالي تقريبا شغال معاهم almost يعني 3 سنين. طيب، الانترودكشن هتبدأ الأول عن إزاي أنت ما تعرفش أي حاجة خالص عن الكريبتو كرنسي، وبس أنت عايز تعمل تريدينج. فببساطة أي حد محتاج يعمل تريدينج في الكريبتو كرنسي هيحتاج إن هو ينزل والت. الوالت دي هتبقى ممكن تبقى عبارة عن براوزر اكستنشن. فالبراوزر اكستنشن ده حاجة زي ميتا ماسك، أو إن هي ممكن تبقى عبارة عن موبايل أبليكيشن والت عادية، أو إن هي ممكن تبقى عبارة عن هاردوير والت. الهاردوير والت ديت ممكن في أنواع كتيرة منها زي ليدجر، نانو إس، وفي تريزر. فالأنواع بتختلف من واحدة للتانية، والفانكشناليتيز اللي بتقدمها بتبقى مختلفة، بس في الغالب هما كلهم ليهم نفس الباترن، ألا وهو إن أنت أي حد عايز ينتراكت مع العالم الخارجي بتاع البلوك تشين لازم يكون عنده public key و private key. البابليك كي ده هو الأدرس اللي الناس هتسند عليه الفند، والبرايفت كي هو اللي أنت هتساين بيه الترانزاكشن عشان تبعت لحد فند. الموضوع بدأ زي ما كل الناس عارفة عن تاريخ البيتكوين، إن هو البيتكوين كانت عبارة عن بلوك تشين وفيها الفاينانشال أب بتاعها، ألا وهو البيتكوين نفسها. بعدين اتنقل لفكرة من مجرد أبليكيشن انكابسوليتد جوه البلوك تشين اللي هو البيتكوين، لأبليكيشن لاير أو يوزر ديفايند application layer زائد البلوك تشين نفسها. بمعنى ايه؟ الناس لو سمعت عن ايثيريوم، ايثيريوم ما هو الا عباره عن decentralized virtual machine بيتكلموا مع بعض، و decentralized virtual machines دي بت execute مجموعه من الاكواد على الماشين دي. فاللي عمل ثوره، وده اللي هنتكلم عليه قدام في الموضوع ده، ان الموضوع ما بقاش مجرد توكن واحده اللي هي البيتكوين، بقى فيه أكتر من توكن. وده اللي أدى إن موضوع الكريبتو كرنسي بقى فيه هايب كبيرة قوي عليه، لأن اللي ساعد في كده إن مش مجرد إن أنا أبعت فند وريسيب فند، لا أنا ممكن أعمل تريدينج. فالتريدينج ده بيتمثل في شكل سمارت كونتراكت بيتعمل له ديبلويمنت على الـ EVM أو على إيثيريوم بلوك تشين، وبعدين بيتبني فوقيها ويب انترفيس او ويب ابلكيشن اللي هم بيسموه decentralized app، بيقدر يكلم البلوك تشين ويقدر تقدر تعمل مع عليها operations. الترانزاكشنز ما بقتش محصوره فقط في مجرد معاملات ماليه، ممكن تقدر تتعامل فيها في حاجات تانية غير المعاملات الماليه. ف لو هنرجع هنا تاني، ممكن نفتح كروم وهنروح نسيرش على ميتا ماسك. ده بس مجرد كده مثال، لو انت هتبدأ from scratch عايز تستخدم ميتا ماسك فهت install البراوزر extension. أحمد معلش، هو ميتا ماسك ده يعني مثلا زي بيننس في الموبايل، ولا دي لير تانية ولا ايه؟ ميتا ماسك هو عبارة عن wallet انت تقدر تتعامل بيها مع اي ايثيريوم بلوك تشين. تمام، باينانس والحاجات بتاعت باينانس هنتكلم عليها بالتفصيل لما نرجع تاني للمايند ماب
اه ماشي، بس انا عايز اعرف بس، يعني انت بتتكلم عن حاجه نفس اللاير، يعني حاجات ايكوفالنت لبعض بس يعني تولز مختلفه، ولا دي لا يعني لاير مختلفه؟ لا لا، هو في بلوك تشين اللي هي عباره عن ديسنترلايزد فيرتشوال ماشينز او ديسنترلايزد ماشينز بيتكلموا بعض، اللي هي البير تو بير كوميونيكيشن ما بينهم وما بين بعض. وفي الوالت اللي هو الاند يوزر هو اللي بيستخدمها عشان ينتراكت مع البلوك تشين. تمام؟ فالوالت اللي انت بتنزلها دي هي اللي بتساعدك ان انت تكسكيوت ترانزاكشنز على الايثيريوم فيرتشوال ماشين او على البيتكوين بلوك تشين او على اي بلوك تشين في الغالب يعني. تمام؟ الانواع كتيره جدا والابلكيشنز متعدده جدا في حاله الوالت، بس هو ابسطهم هو الميتا ماسك واشهرهم، لان هو براوزر اكستنشن، هو لايت ويت، وبعدين معروف ومشهور وبيحصل عليه اوديت من شركات كتير، فبيكون الافضل يعني ان الناس تستخدم حاجه تراستد زي تراست والت او ميتا ماسك اللي هي بتبقى اوبن سورس في الغالب يعني. تمام. أو لو أنت معاك فند كبير تستخدم بقى الهاردوير والت، يعني لو أنت بدأت تعمل تريدنج وعايز الفرق ببساطة يعني ما بين الهاردوير والت والسوفت وير والت اللي معانا دي، إن الهاردوير والت في الساينينج بتاع الستورنج بتاع البرايفت كي بيبقى على الهاردوير والت نفسها، والساينينج نفسه كمان بيحصل جوه الهاردوير والت. ده معناه لما هنيجي نكريت دلوقتي ميتا ماسك والت هيبقى معانا البرايفت كي او السيد فريز اللي هنجنريت البرايفت كي او مالتيبل برايفت كيز، ودي اللي هنستخدمها علشان نساين الترانزاكشنز. فالفرق هنا ان البرايفت كي بتاعك والسيد فريز نفسها هتبقى متخزنه على البراوزر اكستنشن ده. طب افرض ان البراوزر اكستنشن حصل حاجه او اللابتوب حصل له حاجه، لو انت معاك السيد فريز تقدر تريستور كل البرايفت كيز، بس هنا هتقبع المشكلة هنا ان انت بتخزن البرايفت كي بتاعك او السيد فريز بتاعتك بتخزنها على شكل سوفت وير، فطبعا ده اكسبوجر كبير جدا لو حصل اتاك على اللابتوب بتاعك. الموضوع ممكن يبقى يعني اي حد يقدر ياخد الفند اللي موجود فيها، لكن في حالة البرايفت او الهاردوير والت هي بتبقى توتالي بتبقى ديسكونكتد من العالم، ما بيحصلش ان انت بس بتعمل لها كونكشن الا في خلال وانت بتساين الترانزاكشن. يعني انت وانت بتساين ترانزاكشن هتكونكت الهاردوير والت وتساين الترانزاكشن وتبعتها على البلوك تشين من خلال طبعا ويب ابلكيشن بيساعدك ان انت تنتراكت معاها. فده الفرق. فاحنا دلوقتي بس هنكريت، هل ده جاوب على السؤال يا عبد الرحمن؟ لا مش قوي الصراحة، لأن أنا عايز بس أعرف يعني باينانس ده يعتبر برضه والد. باينانس شركه سي سنتراليزد اكستشينج، هنجي لها بعدين. تمام؟ هي بتعمل ابلكيشن والت علشان تنتر اكت مع البلوك تشين بتاعتها. تمام؟ بس ميتا ماسك انت ممكن تتعامل مع باينانس من خلال لو هي بتسبورت بروتوكولز معينه هنتكلم عليها، تقدر تتعامل مع باينانس بلوك تشين. تمام؟ من خلال ميتا ماسك بس او من خلال الوالت بتاعتها. وهنتكلم عن الفروقات ما بين الوالت بتاعت باينانس والفروق اللي هي بتاعت الوالتس التانيه. اوكي، فبس هو مثال مبسط. الميتا ماسك انت هتحتاج تحط باسورد، طبعا انا هحط هنا دامي باسورد. فهو دلوقتي هيكرييت سيد فريز، السيد فريز ديت دي اللي انا هستخدمها عشان اريكونستراكت البرايفت كيس في المستقبل. تمام؟ في حالة لو انت بتستخدم تراست والت هيبقى نفس الباترن، ان انت برضه هتجنريت سيكريت باك اب باس اللي هي السيد فريز، وهتقدر تريكونستراكت الوالت بتاعتك من خلال السيد فريز دي. فعشان نبقى واضحين، دي محدش يعرفها غيرك انت. Your keys, your ايه؟ your tokens or your money. Not your keys, not your money. فلو انت مش معاك دي يبقى ده مش من حقك ان انت تمتلك الفند او الفلوس اللي موجوده. تمام؟ فطبعا انا معلش يا احمد، عندي سؤال مش عارف يكون اتسال قبل كده ولا، لان داخل متاخر شويه. انا اتعاملت مع والد تانية بتستخدم نفس الباترن تقريبا، برضو عندها سيت اوف فريز سيت اوف ووردز كده، وانت بتكريت منها الباسورد. هل ده معناه ان كلهم بيستخدموا نفس الالجوريثم؟ يعني انا خدت الكي
الريبورتس دي وحطتها في ابلكيشن تاني بيستخدم نفس الباترن، هل هعرف اجريت نفس الكيز؟ لو انت بالظبط يعني بس هو لاحظ هنا مثلا ان ميتا ماسك بيدي لك 12 كلمه. هل في بعض الهاردوير والتس بتقول لك لا انت بتستخدم 24 كلمه؟ في تراست والت اعتقد برضو بيستخدم نفس الكلام، فهي بتختلف من واحده للتانيه، بس في الغالب معظمهم بيبقى بيمبلمنت نفس الكود في هو يريكونستراكت البرايفت والبابليك كي. بس I can take it from an application to completely different application and I will get the same thing. بالظبط، يعني مثلا سي دلوقتي انت بتجنريت هنا السيكريت باك اب فريز ديت على ميتا ماسك، ممكن تاخدها وتروح على تراست والت وتقول له ان انا هامبورت والت بنفس السيت فريز، وهو اوتوماتيك هيقدر يجنريت يريكونستراكت البابليك والبرايفت كي بتاعك. اوكي تسلم، شكرا. تمام، فاحنا دلوقتي احنا خدنا السيت فريز ديت، انا حطيتها هنا بس على جنب علشان احتاجها، لان هو هيجي بعد ما بعمل نيكست هيبدا يقول لي confirm your secret backup، يعني ده معناها ان انا حطيتها في مكان امن وهبدا ادخلهم تاني يعني. عشان بس يتاكد ان انا فعلا كتبتهم صح. خلينا هنا نعمل، طبعا هضطر امشي عليهم واحده واحده. لو عملت confirm فهيقول لي congratulations all done. دلوقتي هو طبعا بيقول لك انت ممكن تعمل token swapping، فاحنا هنتكلم عن التوكن swapping والحاجات اللي هي ظاهره قدامنا دي زي uni swap inch air swap كل الحاجات دي. فبس المهم دلوقتي لو احنا لاحظنا، هو دلوقتي انا قدرت create wallet، هتلاقي ظاهر عندك هنا الادرس، هنا النتوركس اللي انت ممكن تكونكت عليها. ميتا ماسك مش بيسبورت اي بيتكوين ترانزاكشنز اي حاجه من الحاجات الثانيه، هو بس بيشتغل على الايثيريوم نتوركس. فهتلاقي في تيست نتوركس زي روبستون كوفن برينكبي وحاجات ثانيه، يعني جوريلي دي موجوده في برلين. المميز ان انت ممكن في التيست نتوركس دي ممكن تاخد فري ايث وتقدر تتعامل مع الابلكيشنز دي ابس من لو هو بيسبورت تيست نتوركس دي، فتقدر انت تتعلم على البلاتفورم دي بدون ما تصرف اي حاجه ليها فاليو يعني. فطبعا بالنسبه لكوفن انا تقريبا اعتقد درينكبي شغاله، يعني احنا ممكن هنا لو جينا كتبنا فوسيت، انا اسف بس لو معلوماتي عشان معلوماتي صفر فعلا، بس هي النتوركس دي مش النتورك دي تيست دي. بص انت في مين نت اللي هي الايثيريوم مين نت اللي هي بيحصل بقى عليها الترانزاكشنز الحقيقيه اللي هي ليها فاليو، تمام، وفي تيست نت علشان الناس تجرب عليها الابلكيشنز بتاعتها، او ان انت لو انت مثلا سي عايز تلعب مع ابلكيشن من الابلكيشنز اللي هنتكلم عليها، بس انت مش عايز تصرف فلوس حقيقيه، فانت محتاج فيك ايث او فيك توكنز علشان تقدر تتعامل مع الابلكيشن بدون ما تروح للمين نت وتضيع فلوس يعني. ايوه يعني يعني كل كوين او كل كوين ليها نت خاص بيها يعني، ولا في بعض البروتوكولز اللي هي بتدي يعني بعض البروتوكولز اللي عندها توكنز بتقول لك والله احنا عندنا فوسيت نتورك او تيست نت وفي فوسيت ممكن يدي لك فري او فيك توكن وانت تقدر تلعب بيه. في حاله ايثيريوم احنا بنستخدم هنا رينكبي، وهقول لك ليه دلوقتي. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هقول له عايز 18 ايف، بس هو بيقول لك الاول لازم تحط السوشيال نتورك يو ار ال، فهو هياخدني على لازم الوجن على تويتر. اوكي انا محتاج اخد ده واروح هنا على تويتر واعمل كده.
هحتاج هنا ان انا ريبليس الكلام ده بالايثيريوم ادرس بتاعي. فانا هرجع هنا، الايثيريوم ادرس بتاعك هتلاقيه موجود هنا في ميتا ماسك. لو جيت هنا عملت للميتا ماسك، لو عملت كليك كده هتاخد الايثيريوم ادرس وتيجي هنا تريبليس الزيروز دي مع الايثيريوم ادرس وتعمل بس تويت، وبعدين تاخد اليو ار ال بتاع التويت ديت وتحطها هنا وتقول له اديني ادرس، اديني ايثيريوم فيك ايث هنا، علشان هيقول لي هتلاقيك عمل لك فاند. يعني لو جيت عملت هنا ريفرش لميتا ماسك شوية كده بس اديله كام ثانية هتلاقي هيظهر عندك. ده يا جماعة فيك ايث، بس الهدف منه علشان نستخدم التست نتورك ونقدر نستخدم الابليكيشنز. وبس بياخد يعني كام ثانية كده لحد ما سوري انا كونكتد لنتورك غلط، معلش انا بعتذر. فهتلاقيه دلوقتي بعت لي 18 ايث. طبعا لو حد معاه 18 ايث ده مبلغ ضخم على المين نت. فبس المميز دلوقتي لو الناس شايفه ان انا دلوقتي معايا فيك ايث اقدر استخدمه. كل اي ترانزاكشن انت عايز تعملها، لو مثلا بالمناسبه نسيت اقول لكم، الوالت الواحده لو انت معاك سيد فريز انت ممكن تكريت اكتر من ايثيريوم ادرس، تقريبا في حدود 10، مش متاكد من الرقم بالظبط، بس اكتر من ايثيريوم ادرس. معناها ان انت تقدر تجنريت اكتر من بابليك، اكتر من 10 بابليك وبرايفت كيز. فانا ممكن اكريت اكونت تاني هنا واسميه احمد 2، بقى فيه ادرس جديد اهو. فممكن اروح على الاكونت نمبر 1 واقول له سند للادرس ده، اقول له انا عايز والله ابعت له واحد ايث. في حاجه اسمها جاز ليميت وجاز برايس مش هنتكلم عنهم دلوقتي، ممكن نخش في التفاصيل دي تاني. بس هو المميز ان انا دلوقتي قدرت ابعت ترانزاكشن هي لسه ستيل بيندنج. الترانزاكشن دي هتروح على الايثيريوم ايث التاني. فلو جيت عملت دوست عملت كليك هنا هيطلع لي تفاصيل اكتر عن الترانزاكشن دي، ولو عملت كليك على اللينك ده المفروض ان هو هيظهر لي هنا كمان شويه الترانزاكشن دي على رينكبي نتورك. هتلاقي سكسس اهي دلوقتي. فانا لو جيت رجعت وحولت على احمد 2 بقى عندي هنا 1 ايث. تمام، نفس الفلو ده اللي احنا عملناه، انت عشان تسند ايث وتريسيف ايث هتعمله على المين نت او على اي نتورك بتسبورت الايثيريوم بلوك تشين. الكلام برضو بالنسبه للبيتكوين نفس الباترن، مفيش اي حاجه، مفيش اي اختلاف، بس طبعا التكنولوجي نفسها مختلفه والوالت نفسها مختلفه. فانت مش هتستخدم ايثيريوم او سوري مش هتستخدم الميتا ماسك والت هنا في الحاله دي. تمام، فاحنا بس كده دلوقتي قدرنا نبعت ايث من ادرس لادرس تاني. طيب انا هرجع تاني هنا للمايند ماب. احنا في الاساس احنا هنتكلم على الدي فاي ومش هنخش بتفصيل في كل حاجه، بس المميز في المايند ماب دي ان هي هتساعدك ان انت لو عايز تقرا عن حاجه معينه فانت محتاج تبص على الحاجات دي. تمام، فانا مش هقول لك كل التفاصيل، بس انا هقول لك على والله لو عايز تعرف عن حاجه ليها علاقه مثلا بالانشورنس روح اعرف كذا، لو حاجه ليها علاقه باللندنج بالبروينج روح اقرا عن البروتوكول ده. تمام، الدي فاي معناها ديسنترلايزد فاينانس. ده يعني زي اتجاه معاكس لكل السنترلايزد فاينانسنج اللي موجود في العالم اللي بيستخدم الفيات كورنسي او البنك نوتس بتاعت البنك. يعني الدي فاي هو دومين من الدومينز اللي موجوده في السبيس بتاع البلوك تشين، ومتخصص تحديدا في كل الابلكيشنز اللي ليها علاقه ليها علاقه بالتريدنج بالستيكينج وحاجه اسمها كريبتو ايكونومكس. تمام، طيب انا دلوقتي لو انا شخص لسه هبدا وعايز اعرف اعمل ايه، يعني انا ما اعرفش اي حاجه خالص ومش عارف ابدا منين إيه.
انا عايز اتاجر بس مش عارف ايه الاوبشنز اللي موجوده في الدي فارم. فاللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي هو الاستراتيجيز اللي ممكن الناس تعرفها او الناس تبص وتقرا عنها، بحيث ان هي تبدا تشوف والله انا الاستراتيجي بتاعتي اكس او واي او زد في الكريبتو سبيس عموما. فالاستراتيجيز اللي موجوده، انا هحاول بس اعمل زوم كده بشكل افضل. الاستراتيجيز اللي موجوده في الدي فاي او الديسنترلايزد فاينانس، اول حاجه هي الهودل، او اللي هو ان انت هتهولد التوكنز. بمعنى ايه؟ انت هتروح على ديسنترلايزد فاينانس، سوري، على سنترلايزد اكستشينج زي زي باينانس مثلا هنا، او بيتريكس او كراكن او بيت فينيكس او كوين بيز. كل دي بيسموها سنترلايزد اكستشينج، بمعنى ان هي ما عندهاش، هي مش بتستخدم البلوك تشين تكنولوجي، هي بتاكت از كاستودي سيرفيس ليك، بتدي لك واليت وانت بتحط فيها اليورو او الدولار، وهو بيقدر يساعدك ان انت تشتري بيتكوين او ايثيريوم او اي توكن من التوكنز اللي هو بيدعمها. تمام؟ فانت عشان تبدا تخش في السبيس ده، انت محتاج اولا تكون عندك اكونت على حاجه من الحاجات زي السنترلايزد اكستشينجز دي، زي كوين بيز او باينانس او بيتريكس. وعلشان تعمل كده هم بيستخدموا كي واي سي او نو يور كاستمر. معناها ان هو هيقول لك والله انا محتاج اعرف انت ساكن فين، محتاجين الباسبور بتاعك، صوره منه، محتاجين شويه معلومات عنك، اللي يثبت ان انت ساكن في المكان ده. وفي بعض الحاجات بتقول لك والله انت ممكن تعمل يعني تجوين السنترلايزد اكستشينج ده، بس هيبقى ليك ليميتيشنز في حاله ان انت مش عامل كي واي سي، يعني مش هيقدر يخليك، هيخلي الماكسيمم نمبر ان انت تشتري بيتكوين او كريبتو هيبقى محدود جدا، والمعاملات بتاعتك هتبقى محدوده جدا. فالهودل بمعنى صح ان انت تهولد التوكن، انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتشتري سي مثلا، هتشتري بيتكوين او ايثيريوم وتحطها في الوالت بتاعتك ومش هتعمل اي حاجه. الاستراتيجي دي بتنفع؟ ساعات بتنفع وساعات ما بتنفعش. فهي ساعات بتنفع في حاله ان انت بتشتري توكن هي بروميسنج جدا وفي بوتنشال حواليها، والتوكن هنا معناها هي الكريبتو كرنسي عشان بس الناس ما تتلخبطش، او في حاله ان انت بتبيع في بعد فتره معينه، زي مثلا لو انت في المانيا فهي تاكس فري لو انت هتبيع بعد سنه. فلو انا اشتريت بيتكوين النهارده 13/3، لو جيت 2021 فاشتريت البيتكوين النهارده وحطيتها في الوالت بتاعتي، وجيت بعد 300 بعد سنه جيت بعتها، كل الفلوس اللي هتطلع لي هتبقى تاكس فري بالنسبه لي. فالهودل هي استراتيجي بتنفع في بعض الحالات ومش بتنفع في كل الحالات. الاستراتيجي الثانيه هي الستيك. الستيكينج ده ميكانيزم موجود في الدي فاي، الا وهو انت بيبقى معاك توكنز وممكن تستخدمها وتقول بدل ما انا هحطها في الوالت بتاعتي انا هروح استيك على فاليديتور معين. وهقول يعني ايه فاليديتور ستيكينج بروجرامز، بس انا هروح يعني اهولد التوكنز دي، بدل ما تبقى في الوالت بتاعتي هتبقى في الوالت بتاعت حد تاني، والحد التاني ده بيقدم خدمه للنتورك. فمن ضمن الحاجات لو الناس سمعت عن البروف اوف ستيك، هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه. بمعنى ايه؟ ان انت بيبقى فيه فاليديتور بيفاليديت الترانزاكشنز على البلوك تشين بتاعت مثلا ايثيريوم، فهيجي الهولدرز بتوع الايث يقول لك والله انا هدي لك الايث ده وهتحطه عشان يدي لك فوتنج باور اعلى، فانت تقدر تكولكت فيز اكتر، فانا هاخد شير من الفيز بتاعتك علشان انت خدت الفلوس بتاعتي، وممكن اكزت في اي وقت واخد النسبه اللي انا حققتها من الفيز اللي انت عملتها. مش عارف الموضوع واضح ولا لا، بس يعني هو ببساطه هو ده الميكانيزم. فاللي بيحصل ان انت لو انت مثلا عندك ايث او عندك، يعني هتلاقي هنا في امثله للبروجرامز دي موجوده في المكان ده، هتلاقي فيه مثلا جراف ده بيقدم خدمه في ايثيريوم،
الا وهي ان هو بيعمل اندكسنج لكل الايفنتس اللي حصلت على الايثيريوم بلوك تشين، وبيكسبوز الايفنتس ديت از داتا اور ميتا داتا للاجريجيتورز والناس اللي بتكولكت انفورميشنز عن الترانزاكشنز اللي بتحصل على الايثيريوم بلوك تشين. فدي بتبقى هي تكنولوجي بروميسنج، وطبعا سعرها يعني ارتفع بشكل مبالغ فيه في الفتره اللي احنا بنتكلم عليها في 3 شهور اللي فاتوا. فانت بتتكلم في 10 اكس، يعني 10 اكس نفسها حتى ما حصلتش في البيتكوين. نير بروتوكول بيقدم خدمه تانية اسمها شاردنج، دي مشكله سكالابيليتي موجوده في الايثيريوم بلوك تشين. الايثيريوم نفسه هو في البروف اوف ستيك، هو بيقول لك لو انت معاك، لو انت هترن فاليديتور نود عندك عشان تاكسكيوت او بمعنى صح تعمل مايننج للترانزاكشنز، فالبروف اوف ستيك بيقول لك والله كل ما تحط ايث اكتر كل ما يبقى الفوتنج باور بتاعتك اعلى. يعني هو ببساطه البروف اوف ستيك هو يعني نموذج للراسماليه جوه البلوك تشين. بولكا دوت نفس الكلام، ده برضو من المشاريع المميزه جدا والبروميسنج جدا، لان هو بيقول لك انا دلوقتي ايثيريوم بقى عنده مشكله في السكيلابيليتي، فاحنا هنقدر نديكومبوز السكيلابيليتي ديت لحاجه اسمها بارا تشينز، فبدل ما يبقى عندك بلوك تشين واحده عليها كل الترانزاكشنز دي، لا احنا هنساعد الناس ان هي تكريت ديفرنت بلوك تشينز وكلهم يقدروا يكلموا بعض من خلال حاجه اسمها ريلي. فهو مشروع يعني محترم جدا، وناس والفاوندر الكو فاوندر في ايثيريوم هو اصلا كو فاوندر في بولكا دوت. فببساطه ده بيبقى بيسموه الفاليديتور ستيكينج بروجرام. انت لو مش لو انت معاك توكن اتفضل. معلش، هي بولكا دوت دي كرنسي كوين؟ بولكا دوت دي الكرنسي بتاعتها اسمها دوت، ايثيريوم هو ايث، نير بروتوكول نير، ذا جراف هو جراف. وطبعا في مشاريع طبعا كتيره جدا، بس تاني انا لما بلست او بحط هنا مشاريع انا بحط المشاريع اللي انا عارفها. في مشاريع كتيره جدا كويسه، بس طبعا انا بالنسبه لي الاستراتيجي بتاعتي مختلفه خالص، ان انا بركز اكتر على قيمه المشروع بالنسبه للايكو سيستم بتاع البلوك تشين، مش الهايب اللي بتبقى حوالين المشروع. لان خلي بالك برضو لو انت ناوي تنفست في اي مشروع بيبقى فيه لازم تكون حريص جدا، لان الفولاتيليتي عاليه جدا وممكن تخسر كل فلوسك لو انت مش بتبص على الفاليو اللي بيقدمها المشروع من الاول. فهتقدر تعرف الفاليو دي ازاي؟ بدايه بادئ زي بدء، بيبقى كل مشروع بيبقى فيه حاجه اسمها وايت بيبر، بتاخدها تقراها تقعد تفهم التكنيكاليتيز اللي موجوده فيها، بما ان معظم الناس هنا يعني ممكن يكون عندهم تكنيكال باك جراوند، فهيبقى سهل عليهم شويه ان هم يقيموا التكنيكال باك جراوند. وبعدين بعد ما تفهم التكنيكال باك جراوند او هو المشكله اللي بيحلها ايه، تبدا تفهم الكريبتو ايكونومكس بتاعها. الكريبتو ايكونومكس بتاعها ببساطه ازاي الفاليو بتاعه التوكن هتطلع في المستقبل، تمام، وازاي الديستريبيوشن بتاع التوكنز دي هيتوزع في المستقبل. فده بيحدد، لان لو بصينا عن البيتكوين مثلا، البيتكوين هي الاستراتيجي بتاعتها ان هي ليميتد سبلاي 21 مليون بيتكوين، وبيحصل هافينج كل تقريبا 4 سنين. مش متاكد بالظبط من 4 سنين عشان بس ما احطش ما اديش معلومه غلط، بس بيحصل هافينج كل فتره. الهافينج ده ان هو بيتقسم الباقي على 2، فبيبدا بيحصل زي ندره للتوكن دي في الماركت، فده اللي بيدرايف السعر ان هو يطلع اكتر. فقيس بقى على كده كل الكريبتو ايكونومكس اللي بتبقى في كل مشروع. فانت عشان تفهم لازم تفهم الاول التكنيكاليتيز بتاعه المشروع، هو ايه المشكله اللي بيحلها. تاني حاجه تبص على الكريبتو ايكونومكس بتاعه المشروع، علشان دي هتفرق معاك جدا في المستقبل. يعني من ضمن المشاكل جراف بيحل مشكله كويسه جدا، بس الكريبتو ايكونومكس بتاعته مش حلوه، انا مش مقتنع بيها. نير بروتوكول الكريبتو ايكونومكس بتاعها كويس والتكنيكاليتيز بتاعتها كويسه، لان هو بيقدم خدمه ايثيريوم فاونديشن نفسها كانت مش قادره تقدمها بقى لها 3 سنين، فهو قدر يسبقهم ويقدم الخدمه دي، وبدا ياخد يعني ريبيتيشن كويسه ان هو يحل المشكله دي. فهو صراع على اليوزرز في الاخر وعلى الفند. يعني ايثيريوم طبعا معروف، بولكا دوت
يعني هي زي ما قلت لكم الكونسبت بتاعها ليها علاقه بالريلي تشين والبارا تشينز، وان هو يقدر يخلق اكتر من تشين ويعمل حاجه اسمها كروس تشين كوميونيكيشن. طيب النوع الثاني من الاستيكنج في الاستراتيجيز هي الجفرنس بروجرامز، بمعنى انت هتحط التوكنز بتاعتك عشان يبقى عندك فوتنج باور ان انت تغير في السوفت وير بتاع ده في المستقبل. انت ما زلت بتهولد التوكنز دي، ليك حقيقة ان انت تستردها في اي وقت وقت ما انت عايز، بس هي لو انت عايز تفوت فانت محتاج ان انت تحط تلوك التوكنز دي في الكونتراكت علشان يبقى عندك فوتنج باور اعلى. ده بيستخدموه في بروتوكولز كتيره جدا وخصوصا في الدي فاي، علشان لو احنا مثلا عايزين نعمل حاجه زي ديسنترلايزد جوفرنس، بمعنى ان الباور بتاعت ان انت تغير السوفت وير في حد ذاته ما بقتش الفئه معينه هي اللي متحكمه فيه، الا وهي الديفلوبرز او الشركه اللي بتنفذ السوفت وير، لا ده هو بقى تحت ضغط الهولدرز نفسهم او الشير هولدرز في الحاله دي. فانت تقدر والله تقول والله انا مش عايز الابديت ده او الابجريد ده يحصل، او ان انا والله ممكن لا انا اؤيد الحاجه دي. فده من ضمن الحاجات اللي الناس بتستخدمها في الستيكنج عموما. الاستراتيجي الثالثه والمعروفه عند اي حد هي التريدنج. التريدنج في الغالب يا اما بيحصل عن طريق يا اما بتعمل سواب او بتعمل حاجه اسمها اوردر بوك. الناس اللي عارفه في البورصه في حاجه اسمها اوردر بوك، انت بتخش تقول والله ان انا عايز اشتري السهم ده بالسعر الفلاني، فانا هحط وانا اوريدي معايا الدولار في جيبي فانا او في الوالت بتاعتي، فاول ما يهد السعر ده انت روح على طول اشتري الكميه دي. السواب ان انت عايز تسواب توكن لتوكن، يعني معاك ايث وعايز تاخد مثلا عايز تحولها لتشين لينك او عايز تحولها لدوت او عايز تحولها لاي توكن تاني، او معاك بيتكوين وعايز تحولها لايثيريوم. ده السواب. في نوع ثالث كده بس هو يعني نادر شويه، اللي هو الاربيتراج كريبتو تريدنج، ان انت بتستغل الثغرات او فرق الاسعار ما بين الاكسشينجز وبعضها في ان انت تحقق هامش ربح. الاستراتيجي الاخيره ودي اللي مميزه شويه، يعني دي مش هتلاقيها موجوده غير في الكريبتو سبيس، هي الليكويديتي مايننج. الليكويديتي مايننج ببساطه هي انت معاك توكنز ممكن تاكت از ليكويديتي بروفايدر على السواب. بمعنى ايه؟ انا هطلع فوق هنا علشان محتاج اروح على يعني اقول يعني ايه سواب. السواب انت هتحول من توكن لتوكن تاني. طيب احنا ما قلناش الفروقات ما بين الاكسشينجز نفسها، يعني انت في نوعين من الاكسشينجز، قلنا السنترلايزد اكسشينج والديسنترلايزد اكسشينج. السنترلايزد اكسشينج اللي عبد الرحمن سال عليه اللي هو حاجات زي باينانس وبيتريكس وكوين بيز، دي شركات سنترلايزد بياخدوا منك التوكنز بتاعتك وبيعملوا لك والت عندهم في الويب ابلكيشن بتاعهم، وبيقول لك لو انت عايز تستخدم البلاتفورم بتاعتي فانت هتدفع لي شويه فيز، بس هي سنترلايزد وهي بتاكت از ا كاستودي سيرفيس على التوكنز بتاعتك لحد ما تخلص تجاره وتاكزيت من السنترلايزد اكسشينج. الديسنترلايزد اكسشينج ده بقى مفيش حد بيقدمه اصلا، يعني مفيش شركه بتيجي تقول لك والله احنا هنأكت از ا كاستودي سيرفيس وهنهولد التوكنز بتاعتك وانت هتقدر تتاجر من خلالها. لا، انت اوريدي الفلوس عندك او التوكنز عندك في الوالت بتاعتك، وبتقدر تعمل مثلا سواب على لتوكن تانية من خلال الميتا ماسك على طول. يعني انت بتكونكت الميتا ماسك بتاعك بالويب ابلكيشن اللي هو بيظهر الويب انترفيس، والويب انترفيس ده بيكونكت على طول على البلوك تشين، فما فيش ميدل مان في النص، ما فيش سنترلايز اكسشينج في النص. بمعنى السنترلايز اكسشينج لو حصل هاك على السنترلايز اكسشينج انت هيبقى في ريسك كبير ان انت تخسر الفلوس بتاعتك. الديسنترلايزد اكسشينج هو محكوم بقوانين السمارت كونتراكت اللي محطوط على البلوك تشين، بمعنى لو في فولنربيلتي موجوده على السمارت كونتراكت ده فانت برضه هتبقى اكسبوزد في حاله ان انت تستخدم السيرفيس اللي بيقدمها السمارت كونتراكت دي. فطبعا بيبقى في حاجات عشان تتاكل الايشوز ديت، منها ان انت بيحصل حاجه اسمها فورمال فيريفيكيشن للسمارت كونتراكت نفسه ويحصل عليه اوديت سكيورتي اوديت، وفي الاخر بيطلع ريبورت قبل ما بيحصل له ديبلويمنت على البلوك تشين نتورك. فنوعا ما يعني معظم الحاجات بيبقى يعني ساعات بتحصل بس
يعني وارد ان انت ممكن تخسر، بس يعني في الغالب لو انت بتتكلم على حاجه زي يوني سواب هتعمل يعني سمبل تريدنج على يوني سواب، فانت مش هتخسر كتير، يعني نادر ان انت تلاقي حاجه. ال centralized exchange ده كل ده محدود بالتوكنز اللي بتدعمها كل exchange. ال decentralized exchange نوعا ما فيه more freedom، وان انت طبعا التوكنز بتاعتك بتبقى في الوالت بتاعتك، ما حدش له access عليها غيرك، فده بيبقى افضل يعني بيشجع روح ال decentralization عند الناس اكتر، يعني لان في الحاله دي انت البنك والبنك انت، لكن في الحاله دي هو البنك وانت مجرد عميل عنده. ف نوع من انواع الديسنترلايزد اكستشينجز هي حاجه اسمها الاوتوميتد ماركت ميكرز، والاوتوميتد ماركت ميكرز دي بتحتاج حاجه اسمها ليكويديتي بروفايدر. ليكويديتي بروفايدر ده واحد معاه توكنز بيروح يحطها في البول بتاع في بول على يوني سواب. فتخيل انت عندك بول هنا فيها توكنز كده، هنا في ايث، وهنا مثلا في حاجه زي تشين لينك، وانت عايز تعمل سواب من هنا لهنا ومن هنا لهنا. كويس. طيب هو المفروض علشان يبقى في سوابينج لازم يبقى في اصلا ريزيرف موجود من التو كرنسيز عشان اقدر احولهم لبعض، تمام؟ فهيجي واحد هنا يقول لك والله طيب انا والله انا معايا توكنز كتير جدا في التشين لينك، فانا هروح احطها هنا. واحد تاني ليكويديتي بروفايدر تاني يقول لك والله انا معايا ايث وهروح احطها هنا. اوكي. ولما هيجي بقى اليوزر ده عايز يعمل السواب، هيقدر يعمل السواب لان اوريدي في ريزيرف موجود هنا وموجود هنا. وطبعا لما يحصل سواب ده هيغير السعر، لان انت بتغير في كميه الايث مقارنه بالتشين لينك والعكس، تمام؟ فبيحصل حاجتين، ان الشخص ده اللي هو اليوزر ده هيجي يدفع. انا ممكن بس اغير اللون علشان الناس. الشخص ده هيجي يدفع فيز، الفيز دي هتروح لمين؟ هتروح للليكويديتي بروفايدرز دول. اوكي. فلو رجعنا تاني للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها تحت هنا، معلش انا مش عارف اعمل زوم، بس عشان لو رجعنا تاني عشان للنقطة اللي أنا كنت بتكلم عليها هنا في الليكويديتي بروفايدر، هو عبارة عن شخص بيقدم ليكويديتي من أي توكن لبول موجودة عشان يتسهل على الناس إن هي تحول تعمل سواب من كرنسي لكرنسي تاني، أو كريبتو كرنسي لكريبتو كرنسي تاني. فده جزء من الاستراتيجيز، لأن أنت دلوقتي بقيت عندك التوكنز بتاعتك بتحطها بتاخد حاجة اسمها بول شيرز، وبعدين بتاخد جزء من الفيز اللي الناس بتعملها. بس خلي بالك كل حاجه هنا فيها ريسك، يعني الليكويديتي بروفايدر ده في مشكله عليه ان انت ممكن حاجه اسمها impermanent loss، مش مشكلتنا ان احنا نناقشها هنا، بس هي فيها ريسك. النقطه الثانيه، انت ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها yield farming عن طريق اللند او البوروينج. فهتلاقي هنا طبعا انا مش هتكلم على شرعيه اللند والبارو، انا بتكلم بس من الحاجات اللي موجوده في الديفاي عشان بس ما حدش يدخلنا في اي جدالات دينيه. انا مش بستخدم البلاتفورم دي، بس انا بقول لك ايه اللي موجود. فانت لو انت معاك توكنز زيها نفس الكونسبت بتاع البنك، ففي عندك حاجه اسمها كومباوند وفي حاجه اسمها افي. الاثنين دول بيبقوا عاملين زي بنوك، انت بتروح تحط التوكنز بتاعتك وهو بيقول لك والله انت هتاخد انترست ريت 30% او 15% على حسب نوع التوكن اللي انت بتقدمه. فدي استراتيجي من ضمن الاستراتيجيز اللي الناس ممكن تستخدمها
علشان تجنريت انكم. فيا اما هتهولد زي ما اتفقنا، يا اما هتتريد، يا اما هتستيك. دي الاستراتيجيز اللي انا عارفها. ممكن يكون في حاجات تانية الله اعلم، بس يعني دي الحاجات حتى الان يعني اللي اعرفها. طيب في ابلكيشنز تانية زي حاجه زي الانشورنس، نيكسس واوباين، دول ابلكيشنز ديسنترلايزد ابس بتساعدك ان انت والله لو حصل اتاك على يوني سواب اللي هو دي فاي سواب، انت تقدر تنشور التوكنز ديت بفاليو. فقدر الله لو حصل اتاك ولا حاجه على السمارت كونتراكت ده او حصلت مشكله فيه، فانا ممكن اخد توكنز بديله علشان تعوضني عن الخساره. افي وكومباوند بيستخدموا طبعا، يعني علشان برضو النقطه تبقى واضحه بالنسبه للكريبتو كرنسي، اللندنج والبوروينج لما بيحصل هو بيحصل على بيحصل بحاجه عن طريق حاجه اسمها كولاترال. يعني انا مش هينفع اجي اقول والله ان انا عايز اخد فلوس من كومباوند او اقترض فلوس من كومباوند وانا مش معايا حاجه. هما بيستخدموا حاجه اسمها كولاترال، ان انت لازم عشان تاخد 1 توكن لازم تديبوزيت 1.5 توكن او توكن سوري 1.5 من توكن تاني. يعني سي مثلا انت عندك 150 تشين لينك، على اعتبار ان ال 1 تشين لينك هيساوي 1 ايث. طبعا ده يعني احنا بس عشان نبسط، فانا معايا 150 تشين لينك، هروح احطهم في كومباوند وكومباوند يقدر يديني 100 ايث. ايه الهدف من ده؟ الهدف ان انت ما زلت تملك التشين لينك بس انت عامل لهم لوك في الكومباوند سمارت كونتراكت، وتقدر تستخدم ال 100 ايث في ان انت في تجاره تانية، في حاجه تانية. فبس هي ال 100 ايث دلوقتي بقت باجد بال 150 تشين لينك، فلو حصل ان السعر اتغير ما بين بقى مثلا 2 تشين لينك بقى بيساوي 1 ايث، ده معناها ان الايث سعره رفع، فهو هيروح يعمل ليكويديشن من ال 50 بتوعك علشان يعوض الخساره دي. تمام؟ كذلك نفس الميكانيزم برضه في افي، بس هو افي يعني الكود بتاعه احسن شويه، الكواليتي بتاعت السمارت كونتراكت انا لما شفتها كانت افضل بكتير. فده مثال ان انت ممكن او انت معاك فلوس ممكن تلين تبارو. وفي حاجات بقى كونسبت مش هتلاقيها خالص موجوده في الفاينانس، في الحاجات الفاينانسنج اللي هي الترديشنال فاينانسنج. في حاجات مثلا زي فلاش لون، ان انت ممكن تاخد لون وزين وان بلوك. يعني عندك هنا ده البلوك تشين، سي مثلا دي بتاخد حاجه اسمها بلوك انترفال 16 ثانيه، فانا ممكن اخد كارد في خلال البلوك ده وارجعه تاني لكومباوند او افي، بس لازم يرجع في نفس الـ في نفس الـ في نفس البلوك. يعني نفس الترانزاكشن دي لازم تحصل within the same block. فانا ممكن اخد الفلاش لون ده بدون ما احط، بدون ما يكون عندي كولاترال اصلا. يعني تخيل انت بتاخد كارد وانت ما عندكش اي ضمان يضمنك ان انت هترجع الفلوس دي. فطبعا هو دي تريك هم عملوها، لان لو حصل مشكله في الترانزاكشن دي اللي موجوده في البلوك ده والفلاش لون ده فشل يعني ان هو يخلص، فهو هيرول باك فاكنه ما خدش اصلا كارد، فكل حاجه هترجع لوضعها الطبيعي جدا. فدي تريك هم عملوها لان دي فيتشر موجوده جوه البلوك تشين، مش هتبقى موجوده في الحاجات اللي هي التراديشنال فاينانس اللي موجوده في العالم دلوقتي. وبعدين بقى بدات الناس تعمل اتاكس على بعض الـ الاكسشينجز باستخدام الفلاش لونز، لان هو انت اديتهم فيتشر ان هو يروح يهز ويغير السعر بتاع التارجت كوين. يعني انا ممكن مثلا عايز اهز السعر بتاع تشين لينك، فانا ممكن اروح اخد ابارو تشين لينك وانا معايا الايث في كومباوند، واخد التشين لينك ده اروح اعمله احطه از اكت از ليكويديتي بروفايدر في التشين لينك بول ضد الايث، فانا هزود الليكويديتي بتاعه التشين لينك مقارنه بالايث،
فده هيحصل ان الايث سعره هيغلى، فانا الايث اللي معايا ممكن اغيره تاني، ممكن يعني فاهم، هو ممكن يلعب في السعر بحيث ان هو يكسب اكتر. ففي ناس بدأت تعمل الاتاك ده نتيجة ان هو قدر ياخد يعني يستفيد من الادفانتج بتاعت الفلاش لون، وقدر يعني يحقق ارباح. طبعا انا برضو تاني هأكد على ان الحاجات دي مش بتكلم على الحرمانية ولا ان هي حاجة ليجل ولا إليجل، انا بس بتكلم على اللي بيحصل في الكريبتو سبيس. طيب في، فاحنا قلنا الاوتوميتد ماركت ميكرز الاكستشينجز دي زي يوني سواب او سوشي سواب او بالانسر، دي عباره عن بروتوكولز انت ممكن تخش عليها، هي ديسنترلايزد، مش محتاجه اي كي واي سي، مش محتاجه ان حد يقول لك انت مين بتعمل ايه، محدش هيسالك، انت بتكونكت الوالد بتاعتك وبتعمل التريدنج بتاعك عليه. تمام. في نوع تاني اللي هو الاوردر بوك، ده شبيه اكتر بالحاجات بتاعه السنترلايزد اكستشينج زي كوين بيز وفاينانس، بس هو اون تشين، يعني بمعنى صح هو ديسنترلايزد، هتلاقيه ب 0 اكس ودي واي دي اكس، بس انا مش فاميليار قوي مع الحاجات دي. هي الناس شايفه ال حاجه، ولا هل في حد عنده كومنت، ولا الدنيا عامله ايه؟ لان انا بتكلم بقالي فتره. انا شخصيا بحاول افهم على قد ما اقدر، الموضوع جديد جدا بالنسبه لي، فيعني اكيد مش فاهم 100%، بس ده مش مشكلتك انت، انا دي مشكلتي، انا لسه جديد في الموضوع خالص. لا هو ما فيش مشكله لو انت مش فاهم، هو الهدف من الموضوع ان انت بتدي انترودكشن عن الحاجات عن التكنولوجي اللي موجوده، بس يعني هي يا احمد يعني بصراحه انا حاسس ان اللي انت بتتكلم فيه ادفانسد قوي بصراحه، يعني عليا انا مش عارف مين اللي موجود ومش عارف بيتكلموا في ايه، بس انا حاسس ان انت بتتكلم في حاجات يعني انت مستواك فارق، ويعني واعتقد ان انت الحاجات دي تكون مفيده جدا بس قدام، لان يعني انت مش مستعد ان هي مرحله الزيرو دي عامله ازاي يعني. طب احمد انا ممكن اقول حاجه، مش عارف سامعني؟ سامعني ولا؟ طيب هي متهيألي في شويه ممكن يكون مثلا كونسبتس كده، انت عارف يعني احنا بنتكلم مع بعض كتير عشان ساكنين في نفس الشقه يعني. ف متهيألي في حاجات ممكن تبقى انترستنج الناس تعرفها في الاول، او يعني بالنسبه لي انا مش عايز جنرالايز الموضوع، مثلا اللي هي الايه الكريبتو كرنسي نفسها، يعني في لغط كبير قوي حاليا حتى على الناس الادفانسد على موضوع الانترنسيك فاليو بتاعتها او الاكسترنسيك فاليو، يعني ايه الفاليو بتاعتها منين، يعني الناس بتقارنها مثلا بالجولد، الناس كانت بتقول مثلا الجولد كان فيه فاليو، يعني البنك نوت هو ريبريزنتيشن مثلا للجولد، والجولد كانت الفاليو بتاعته ان هو حاجه نادره وحاجه استخداماتها يعني سبيشال. ف يعني الكريبتو كرنسي جت الفاليو بتاعتها استمدتها منين، بدء يعني. وبرضه حاجه ثانيه موضوع مثلا كريبتو كرنسي مايننج، يعني الجنريشن بتاع الايه البيتكوين، الجنريشن بتاع الايثيريوم، لو انا عايز اجنريت يعني مثلا انا ممكن اروح ايه بالنسبه للجولد، انا ممكن اروح انجم في ايه، يعني ممكن اتريد لو انا معايا بنك نوتس وجولد، او ممكن بقى اروح ان انا انجم عن الجولد ده مثلا فيزيكالي في افريقيا او في اي مكان فيه جولد، ممكن انجم واروح ايه واجنريت بقى الجولد ده، مش اشتريه من حد. فبالنسبه هل ده سيميلر لي برضه الكريبتو كرنسي مايننج، ان انت مثلا ممكن تران الجوريزمز معينه عشان تسولف بروبلمز معينه وبتجنريت بيها دي بتريدها بموضوع الكريبتو كرنسي مثلا، كنت سمعت عن حاجه زي كده زمان قوي. ف المايننج بيختلف على حسب نوع البلوك تشين نفسها، يعني لو انت بتتكلم في البيتكوين فانت هتضطر ان انت محتاج هاردوير كابابيلتيز عاليه علشان تقدر تنافس معاهم. انا عن نفسي ما اديش اي ريكومنديشن لحاجه زي كده، لان دي بتبقى عباره عن ان انت واحد معاه ناس بتحط داتا سنترز كامله علشان تقدر تكمبيت يعني. فدي نقطه من ضمن النقط يعني، فانت لازم تكون حاططها في حسابك. بالنسبه لإيثيريوم، إيثيريوم هو دلوقتي بيموف للبروف اوف ستيك، ده معناها ان انت كل زي ما قلت في الاول هو راس ماليه، فكل ما يبقى معاك توكنز اكتر كل ما يبقى ليك فوتنج باور وتاخد فيز اكتر. تمام. فده ده المايننج في اكبر اثنين يعني في البيتكوين وفي ايثيريوم.
الفكرة ان انت تخيل ان انت مش معاك اصلا اي توكنز خالص، او مش معاك بيتكوين، مش معاك ايث، فانت عايز في انتري بوينت، انت محتاج تهولد توكنز علشان تقدر تخش العالم ده وتبدا تتاجر او تبدا تعمل اي حاجة. فانت هتقدر يا اما هتبدا تخش عن طريق سنترلايزد اكسشينج او ديسنترلايزد اكسشينج. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني كتكنولوجي لو انت هترن النود وهتشغلها ده هيبقى مكلف عليك جدا، تمام؟ لكن لو انت عايز تبدا تخش العالم نفسه بقى بتاع الكريبتو عموما، الافضل ليك ان انت تبدا تبص على ايه الطريقه اللي انا ممكن احصل بيها على بيتكوين او ايثيريوم. انا يا اما هتعامل مع سنترلايزد اكسشينج عشان هو اللي عنده الليكويديتي فيقدر يبعتها لي، او دي سنترلايزد واحد لو انا في حالة ان انا اوريدي معايا توكن تانية وعايز احولها لتوكن مختلفة تالتة. يعني بالنسبة للفاليو بتاعت الكوين نفسها او الكريبتو كارنسي نفسها، انا هقول لك هي الفاليو بتاعتها بتقع تحت حاجة واحدة بس، هي المعاملات. كل ما الفوليوم بتاع الترانزاكشنز يزيد، كل ده ما هيساعد ان 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 الفاليو بتاعت الترانزاكشن يبقى ليها تزيد. بمعنى ان البيتكوين الفوليوم بتاعها كبير جدا. يعني ابسط مثال، لو احنا دخلنا هنا على كوين ماركت كاب ده داتا اجريجيتور بيروح يجمع البرايس بتاع كل توكن، الفوليوم بتاعها قد ايه، الماركت كاب بتاعها قد ايه. لو بصيت هنا هتلاقي الفوليوم بتاع البيتكوين في خلال 24 ساعة 52 مليار دولار تقريبا. ده يورو، معلش، 52 مليار يورو، ده في يوم واحد حصل تريدنج. الماركت كاب بتاعها انت بتتكلم في حاجه بتخبط التريليون، تمام؟ فاللي بيحدد القيمه في الكريبتو كرنسي هو التداول بتاعها قد ايه. فليه بيتكوين واخده الشكل ده؟ لان هي بدات بدري، من تقريبا من 10 سنين او اكتر. ثانيا، هي الندره بتاعتها هما 21 مليون اللي موجود دلوقتي منها، واللي بيحصل له سيركيوليشن سيركيوليتنج سبلاي بتاعها 18 مليون، هتلاقيه هنا، تمام؟ فدي نقطه. النقطه الثانيه هي بيسموها الجولد بتاع الكريبتو كرنسيز كلها، يعني هي اللي بتمثل الذهب، زي يعني مثلا الذهب بالنسبه للدولار وغير العملات الثانيه، هي برضو الذهب بتاع الكريبتو كرنسيز هي البيتكوين. فهي تعتبر معظم التوكنز ومعظم الكريبتو كارنسيز الكتيره دي هي بتبقى بيجد للبيتكوين بشكل كبير جدا. لو لاحظت ان البيتكوين لما بتطلع في توكنز كتيره جدا بتطلع معاها، ففي كورليشن كبيره جدا ما بين بعض التوكنز او معظم التوكنز مع البيتكوين. اللي بيديها فاليو لما بيحصل مثلا سي لما يجي مثلا واحد زي ايلون ماسك يروح يشتري كريبتو كارنسي، او شركه مثلا زي مايكرو استراتيجي تروح تشتري ب 2 و3 مليار بيتكوين، او يطلع مثلا ناس مثلا في الارجنتين لما حصلت المشكله الازمه الماليه عندهم من 3 سنين، بدات الناس تشتري كريبتو كرنسي علشان تستور الفاليو بدل ما هي تعتمد على الفيات كرنسي بتاعت اللي هي البيزو بتاعت الارجنتين. فالتداول بتاعها والناس بتتعامل معاها ازاي هو ده اللي بيديها الفاليو الحقيقيه. فانت تخلي بالك جدا جدا وتركز في القيمه اللي بتقدمها الكرنسي دي، سواء للايكو سيستم بتاع البلوك تشين او الايكو سيستم بتاع الكريبتو كرنسيز كلها، او ان هي ليها تداخل مع الفاينانشال انسترومنتس اللي موجوده في التراديشنال فاينانس. يعني مثلا باي بال بيعمل سبورت ان انت تقدر تسند بيتكوين ترانزاكشنز من خلال الشانل بتاعك. ده بيخلي الفوليوم بتاع التداول على البيتكوين بيبقى عالي جدا، فبالتالي سعرها يزيد. فدي بالنسبه لي دي النقطه الاساسيه اللي بتقدر تحدد اذا كان العمله دي ليها قيمه ولا لا، لو هي بتقدم خدمه. والنقطه الثانيه، لو هي فعلا الخدمه دي حقيقيه وفي نفس الوقت الناس فعلا بتستخدمها، يعني مش مجرد ان هي بس بتهولده بس. فعشان كده لما كنا بنتكلم تحت هنا في الاستراتيجيز دي، هي ممكن تكون ادفانسد شويه،
بس انت ممكن ببساطه ممكن تروح على الاكستشينج تشتري وتهولد بس وتسيبها وهي هتطلع لوحدها بس، وبعد سنه هتبيع، بعد كده خدتها تاكس فري يعني كل الارباح اللي انت اخدتها ما حدش الضرايب مش هتيجي تسالك عليها. طبعا ده بيعتمد على الدوله اللي انت فيها يعني. كأن بقى تشتري وتبيع دي انت بتتكلم in terms of bank notes in terms of يعني على يعني حسب ما انا فاهم. يعني انت هتروح لمثلا كوين بيز وتقول له انا عايز اشتري 1 بيتكوين، وهيقول لك طيب خلاص حط لي 50,000 يورو حولهم عن طريق البنك، وانا هدي لك هحول لك على الادرس بتاعك. طبعا هو بيعمل لك والت الويب ابلكيشن بتاعه. يعني انت لو دخلت على كوين بيز هو بيعمل لك بيتكوين والت، بيعمل لك ايثيريوم والت، بيعمل لك كل الحاجات دي بتبقى موجوده في البورتفوليو بتاعك. فانت هتحوله الفلوس وهو يروح جاي محول لك البيتكوين على البورتفوليو بتاعك او على البيتكوين والت بتاعتك اللي موجوده على كوين بيز. طب انا عايز كانها ستوك يعني، كانها ايه ستوك بس ايه بالظبط بالظبط بس فورم يعني فورم مختلفه بدل سهم. بس في فرق كبير، في فرق كبير ما بين الستوك وما بين البيتكوين في الحاله دي. انت البيتكوين دلوقتي لو هي موجوده في كوين بيز وانت معاك والت بره ماشي، زي هاردوير والت او سوفت وير والت زي تراست والت، انت ممكن تحاول تنقل بقى البيتكوين من كوين بيز لعندك. في حاله الستوك انت ما بتملكش ده، هي ما زالت تحت الكاستدي بتاعت الشركه اللي بتبروفايد الستوك اكستشينج. تمام. ففي فرق كبير. الفرق ليه؟ الفرق الجوهري هنا ان انت البنك، انت اللي بتملك المال. لكن في حاله الستوك ماركت وفي حاله البنوك العاديه هي اللي بتاكت از كاستودي سيرفيس لكل الحاجات دي. فلو حصل اتاك على كوين بيز وانت سايب البيتكوين بتاعتك هناك في احتمال ان انت تخسر البيتكوين، فانت ممكن تاكزيت ان انت تشيلها بره وتهولد عندك في الوالت بتاعتك اللي هي يور اون والت. احنا اتكلمنا على مثال من امثله الوالتس اللي هي الميتا ماسك. تمام. ميتا ماسك بيدي لك اوبشن ان انت تقدر تسند ايثيريوم ترانزاكشنز وتريسيف فاندز من اي حد. تمام. بس على الايثيريوم بلوك تشين، لان في انواع كتيره من البلوك تشينز مش متداخلين، هم عايشين في سايلوز. يعني البيتكوين الترانزاكشنز اللي بتحصل على البيتكوين ملهاش علاقه بالترانزاكشنز اللي بتحصل على الايثيريوم بلوك تشين. اوكي. طيب انا دلوقتي عايز احول بقى البيتكوين لايثيريوم، والاثنين بيتكلموا لغات مختلفه وهما على ديفرنت بلوك تشينز. فانت عشان تعمل كده هتحتاج تروح فين؟ تروح للاكستشينج، لان هو اللي عنده الليكويديتي بتاعت البيتكوين وعنده الليكويديتي بتاعت الايثيريوم. تمام. انا بس مستني لو حد واقع قول لي، يعني لو في حد معلش هو يعني كده ميتا ماسك ما ينفعش الواحد يشتري منه حاجه غير الايثيريوم؟ لا، ميتا ماسك بيسبورت نوعين من الـ من الـ من التوكنز. اول واحد هو بيسموه حاجه اسمها نيتف توكن اللي هي الايثيريوم. النوع الثاني اي حاجه بتعمل امبلمنتيشن لستاندرد اسمه اي ار سي 20. لو رجعنا هنا على كوين ماركت كاب، انا بس هحطها كمثال يعني عشان الناس ما ت... انا شغال في اوشن بروتوكول، التوكن بتاعتنا اسمها اوشن. اوكي. واوشن عباره هي بتمبلمنت ستاندرد للتوكنز اسمه اي ار سي 20. اوكي. ف لو انت فتحت هنا، سوري بلاش هنا، لو فتحت هنا الميتا ماسك هنا، انت ممكن تاد توكن وليكن اسمها اكس واي زد كاستم توكن، وتحط بس الادرس بتاعها وهي هتظهر عندك هنا زي ما الايثيريوم بيظهر عندك. مش عارف لو النقطه دي مش واضحه عندك قول لي عشان بس اعيدها تاني. لا تمام. وصلت. يعني اي كوين بتمبلمنت البروتوكول اللي هو اي ار سي هتلاقي ممكن تبقى في ميتا ماسك. بالظبط. يعني هو في حاجه اسمها اي ار سي 20 ده ستاندرد لاي توكن بتتعمل على الايثيريوم بلوك تشين. تمام. ده ستاندرد معروف ما فيهوش اي حاجه، يعني هو بسيط جدا. فاي حد بيمبلمنت الستاندرد ده، بيفولو الستاندرد ده،
بيظهر، يقدر يظهر على الميتا ماسك عادي، فانت ممكن تتريد الحاجات دي على ميتا ماسك. بمعنى لو انا دخلت هنا على، خلينا نجرب مثلا يوني سواب، عشان ده هيسهل الموضوع شويه. فانا هقول له هنا يوز يوني سواب، هيدخلني على الابلكيشن. ده ابلكيشن عباره عن ايه؟ عباره عن كلاينت بينزل عندي جافا سكريبت ابلكيشن، بيفتح فبيقول لي كونكت، كونكت واليت، بيقول لي والله اختار نوع الواليت اللي انت عايز تعمل لها كونكت. فاحنا دلوقتي انا عندي ميتا ماسك، فانا هقول له هكونكت من خلال ميتا ماسك. ميتا ماسك هيقول لي انت عايز تكونكت اكونت 1 ولا اكونت 2؟ هقول له والله انا عايز اكونت 1. خلاص هيقول لي اوكي، اقول له كونكت، هيبدا كده يكونكت ويرجع فين هنا. دلوقتي لما تيجي تبص هو بيقول لك انت كونكتد على نتورك اسمها رينكبي، وانت عندك 17 ايث، وممكن احول الايث ده احوله لتوكن تانيه. التوكن التانيه دي مش بتبقى نيتيف كرنسي، يعني مش نيتيف كرنسي للنتورك، دي توكن بتمبلمنت الاي ار سي 20 ستاندرد، فبتقدر انت تتعامل على ايثيريوم لو هي بتفولو الستاندرد ده. فانت هتيجي تقول له والله انا عايز احولها لحاجه اسمها داي، فانا هقول له انا عايز واحد ايث، هو هيقول لك والله انت بالواحد ايث ده هتاخد بيها الرقم الكبير ده من الدار. اوكي، هقول له سواب وكونفيرم، هيروح يوديني على على ميتا ماسك، اكونفيرم الترانزاكشن، هيقول لي سبميتد. وبعد شويه هو بيقول لي بيندنج هنا، بعد شويه هتلاقيها ظهرت عندي هنا التوكن اللي هي اسمها داي. داي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ستيبل كوين، يعني حاجه زي الدولار، هي 1 داي 1 دولار بس. ف لو بصيت هنا على الترانزاكشن على ايثر سكان، طبعا هي بتاخد وقت لحد ما يحصل لها مايننج. هي تاخد شوية وقت بس يعني لحد ما تظهر يعني. بس مع يعني احنا هنسيبها شويه لحد ما يحصل لها مايننج، وفي الاخر هتلاقي ظهر عندك هنا الداي. لو انت عملت هنا داي، لو عملت سيرش على داي، هي لسه ما ظهرتش يعني. تمام، بس مع بعد شويه بعد ما يحصل مايننج للترانزاكشن هيظهر لك هنا المبلغ الكبير اللي كان موجود في القصه بتاعت الداي. هل دي فيها مشكله؟ طب انت احمد لما بتقول بيقول ترانزاكشن تحصل له مايننج، انت هنا بقى مايننج تقصد ايه بالظبط؟ يعني هل في طريقه ان انت تقول بيها المايننج ده عباره عن ايه؟ المايننج ده دلوقتي انت في بلوك تشين اسمها رينكبي زي اثيريوم مين نت، هي نفس اثيريوم مين نت بس هي تيست نت عشان نجرب الحاجه. تمام. فوظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي انت بتست عليها. انا دلوقتي عملت كونكت لليوني سواب اب ده اللي هو كلاينت عادي جدا، مفيش اي سيرفر، انا ما بكلمش سيرفر، انا بكلم البلوك تشين على طول. هو بيدي لي انترفيس عشان اقدر اكلمه، هو بيروح يكلم سمارت كونتراكت. فانا قدرت اعمل سواب من ايث لداي من خلال بس الابلكيشن ده. المايننج بيحصل على البلوك تشين، فانت الوالت بتاعتك بتسند الترانزاكشن دي اللي انت شايفها بالفورمات ده للرينكبي نتورك، والنودز بتبدا تقول والله ان الشخص ده هياخد الكميه الرابد او الايثيريوم، سوري الداي، لو هو حط 1 ايث بس. تمام، فلو انت حطيت ال 1 ايث في السمارت كونتراكت، هو هيقدر عن طريق الريزيرف اللي موجود عنده من الداي هيقدر يحول لك الداي ده. اوكي، هل دي فيها مشكله؟ السوابنج ده مش مشكله بقى، بالنسبه لي واضح. تمام، فهو ده ببساطه ده السوابنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا، اللي هو لما كنا فاتحين القصه بتاعت الديسنترلايزد اكستشينج. هنا هتلاقي في هنا يوني سواب، ده عباره عن اوتوميتد ماركت ميكر اكستشينج، ده ما فيش اي وسيط ما بينك وما بين اي حد. كل اللي بيحصل ان في شخص معاه توكنز اسمها داي بيروح يحطها في البول ديت، وشخص تاني معاه توكنز اسمها ايث يروح يحطها في البول ديت نفس البول، وبيقول لك ان انا هاخد فيز منك عن طريق ان انت تعمل سواب. فدلوقتي بقى احنا العالم بقى ديسنترلايزد، بمعنى ان الراجل اللي بيديني دولار وواحد تاني بيديني يورو، وفي
نتورك في النص بتقول لك والله انا هساعدك ان انت تحول اليورو للدولار والدولار ليورو بدون ما يبقى فيه بنك في النص. انت متخيل الفكره؟ يعني مفيش فعلا حد واقف بيقول لك والله انت الترانزاكشن دي انفاليد ولا مش ولا فاليد. هو في سمارت كونتراكت في النص هو اللي بيكسكيوت الترانزاكشنز دي ليك، وبيبدا يحدد هي دي هتروح لمين ودي هتروح لمين والفيز نفسها هتروح لمين. بس فبعكس السنتراليز اكستشينج اللي بيبقى هنا اللي هو كوين بيز وباينانس، دي شركات عاديه جدا زيها زي الحاجات الناس بتتاجر عليها زي الفوركس وغيرها. فالناس فاهمه الفرق ده؟ لو في اي حد عنده مشكله في الحته دي يسال. بص، هو هي ممكن تكون الدنيا يعني توضح، بس يعني انا بالنسبه لي كواحد الغرض الاساسي من يعني او الغرض الاساسي هدف الاساسي ان انا ادخل مثلا في الـ في الـ في التريدنج، فالاسئله المهمه بالنسبه لي ايه الفرق ما بين الديسنترلايزد والسنترلايزد اكسشينج، من ناحيه ازاي يعني، او التول او الهاو تو يعني. دي ده سؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين الاستراتيجيز اللي انت شرحتها في الاول بصراحه بالنسبه لي ما كانتش، يعني انا فاهم قصدك بس مش فاهم هي ازاي دي بتتطبق بقى في الحياه العمليه. الاستراتيجي دي معناها ايه؟ يعني مثلا هل هولد معناه ان انا بشتري وبعدين بخليه مثلا فتره من الزمن سنه ولا كذا؟ الستيك دي معناها ايه؟ مش بتكلم كمعناها ايه اللي بيحصل، لا انا معناها بالنسبه لي كواحد بيشتري او كده العائد في مقابل مثلا الريسك في الحاجات دي. التريد نفس الموضوع، والليكويديتي برضه نفس الموضوع. يعني دول ازاي سواء في السنترلايزد او الديسنترلايزد اكسشينج. السؤال رقم ثلاثة، ازاي يحكم على العمله. انا عارف ان انت كنت قلت ان احنا بنقرا الوايت بيبر، بس يعني انا بالنسبه لي واحد مثلا مش بصراحه ما بفهمش في الجزء ده، فعارف اللي هو مش يعني ممكن اقرا والموضوع يكون كويس وبالنسبه لي او انا مش شايفه كويس او العكس، لان انا مش ما عنديش الخبره اللي تسمح بحاجه زي كده. فازاي ان انا احكم يعني او اقدر اقيم العمله للغرض بتاعي سواء غرض لونج تيرم ولا شورت تيرم. هو انت لازم تفرق ما بين التريدنج والانفستمنت. التريدنج انت واحد هيدخل كل يوم او كل فتره وبيتريد من علشان هو كل اللي يهمه الفرق اللي موجود ما بين وقت ما اشترى ووقت ما باع. الانفستمنت في الغالب بتبقى حاجه لونج تيرم، يعني انت بتتكلم ممكن اقعد سنه ممكن اقعد سنتين انا بهولد التوكنز دي معايا على اعتبار ان هي في خلال سنه او سنتين ممكن تبقى 20 اكس او 30 اكس. تمام، جميل جدا. انا بقى ازاي يعني ازاي بقى اختار العملات مثلا اللي هي بتاعت اللي هي الانفستمنت اللي هي بتاعت اللونج تيرم وكده. اللونج تيرم في الغالب زي ما قلت لك انت الاول بتبدا، لو انت عندك باك جراوند تكنيكال بتبدا تقرا الوايت بيبر. ماشي، بتقراها ازاي؟ الوايت بيبر في الغالب ما بيكونش حاجه طويله قوي، يعني هي في الغالب انت ممكن تتكلم 20 ل 30 بيج لو انت هتنفست مبلغ كبير في حاجه زي كده، وحتى مبلغ صغير لان المبلغ الصغير ده ممكن يكون مبلغ كبير جدا في وقت من الاوقات لو انت ركزت. يعني لو انت ركزت انت هتنفست في ايه. في نقطة مهمة قوي، انت ما ينفعش تدفع فلوس في حاجة انت مش فاهمها، يعني دي قاعدة اعتقد كل الناس متفقة عليها. ما ينفعش اجي اقول لك ايه قول بالظبط. يعني فلو انت هتحط فلوسك في حاجة، تعبك وشقاك في حاجة، لازم تكون فاهم ايه هي الخدمة اللي بتقدمها التكنولوجي دي وليه انت هتنفست فيها. يعني هو ايه الهدف من انت تنفست؟ لازم تكون فاهم من الموضوع كله. فانت مش هتبقى فاهم الكود بتاعهم بيشتغل ازاي، مش هتبقى عارف التفاصيل بتاعه التكنيكاليتي، بس انت عارف الهاي ليفل، يعني الهاي ليفل بتاع الابلكيشن نفسه او بتاع البروتوكول نفسه. يعني مثلا ايثيريوم، لو هنبسط مثلا حاجه زي ايثيريوم،
انت هتقول والله ان هي بيتكوين نفس البلوك تشين نتورك، مش بقول نفس البلوك تشين نتورك من ناحيه السوفت وير، بس انا بتكلم نفس الكونسبت، وهي فوقيها بتقدم خدمه ان الديفلوبرز نفسهم ممكن يكتبوا سمارت كونتراكت، بدل ما هي كانت سنجل بايمنت تشانل او سنجل ابلكيشن زي بيتكوين اللي هو يبعت يسند ويريسيف فلوس فقط لغير، بس هي بشكل ديسنترلايزد. دلوقتي بقيت انا اقدر كل البروتوكولز اللي انت شايفها دي في الدي فاي ماب دي عباره عن سمارت كونتراكت محصول معمول لها ديبلويمنت على الايثيريوم فيرتشوال ماشين. ليه هو عمل كده؟ هو قدر يدي مساحه للديفلوبرز، للاب ديفلوبرز او ديسنترلايزد ابس ديفلوبرز، ان هم يكتبوا كود والكود ده يحصل له اكسكيوشن جوه البلوك تشين. تمام؟ فدي حاجه زي ريفوليوشن حصلت جوه البلوك تشين، فبالتالي إثيريوم واخد الوضع اللي هو فيه دلوقتي. انت فهمت قصدي ايه؟ وبالتالي هو بقى ليه ادفانتج عن 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 بيتكوين وغيرها، لان هو بيساعد الديفلوبرز ان هم يعرفوا حاجات يوز كيسز ما كانتش متعرفه قبل كده. فده فرق جوهري. انا ما دخلتش هنا في اي تفاصيل ليها علاقه بالبروتوكول بتاع إثيريوم، بس فاهم ايه هي الفاليو اللي بيقدمها إثيريوم. وبالتالي لما هاجي انفست في ايثيريوم، لو انا عملت الانفستمنت دي من 4 5 سنين، كنت هاشتري الايث ده ب 1 دولار، وهو دلوقتي ب 1800، فانت دلوقتي بتتكلم في 18000 اكس. فهمت الفكره؟ وصل الفكره بالظبط. فانت بناء على كده انت لما هتقرا هتفهم الفاليو بتاعت المشروع وهو بيحل ايه، وبناء عليها هتحكم. النقطة الثانية هتبدأ تبص ايه هي الـ بيبقى فيه زي حاجة اسمها DeFi Data Aggregators. الـ Data Aggregators دول زي Coin Market Cap اللي احنا كنا فاتحينه من شوية، او Coin Gecko او Messari. دي بتبقى عبارة عن platforms بتدي لك معلومات اكتر عن عن المشاريع الجديدة. مش شرط المشاريع الجديدة، بس بيدي لك برضو معلومات اكتر عن التوكن نفسها، الفوليوم اللي حصل قد ايه في اليوم، ايه الاخبار اللي حصلت علشان تخلي السعر ده يطلع. هتلاقي كل حتى السنترلايز اكستشينجز زي كوين بيز وباينانس وغيرها، هتلاقي في سيكشن كده دايما بيبقى للاخبار. يعني لو انت جيت هنا دخلت على كوين ماركت كاب ودخلت مثلا على ايثيريوم، او خلينا نتكلم على بيتكوين، بيتكوين طلعت النهارده 5%، هتلاقي هنا في نيوز، هتلاقي دايما في حاجات، يعني في اخبار بتساعدك اكتر ان انت تعرف ليه الحاجه دي بتزيد. يعني مثلا سي نير بروتوكول من ما فيش امبارح او اول امبارح حصل له ليستنج على كوين بيس. طبعا كوين بيس دي شركه الفالويشن بتاعتها دلوقتي تقدر ب 100 مليار دولار. فالليستنج لما اتعمل، لو كتبنا هنا نير بروتوكول، كل اللي بتعمله ان هي بتعمل شاردنج، بمعنى بتحل ازمه ليها علاقه بالسكيلابيلتي ايشو اللي موجوده جوه ايثيريوم. ايثيريوم الجاز فيز فيها بقت عاليه، واللي ما يعرفش يعني ايه جاز فيز، انت عشان تاكسكيوت اي ترانزاكشن لازم تدفع فيز، فالفيز دي بتبقى مترجمه لايث، والايث عشان سعره غالي جدا فبقت الفيز بقت عاليه جدا. ففي ناس بدات تعمل نتوركس ثانيه بس الفيز بتاعتها ارخص. تمام؟ هل دي فيها مشكله؟ لا تمام واضحة. طيب فهتيجي على الأخبار هنا، هتلاقي إن تلاقي في حاجات أخبار ليها علاقة إن نير بروتوكول حصل لها ليستنج على كوين بيس، أو إن هي مثلا هتسبورت حاجة زي أوتوميتد ماركت ميكر زي يوني، زي بالانسر. بالانسر ده زي يوني سواب بس الميكانيزم بتاعه مختلف، هيحصل له إن هو هينقل على نير بروتوكول. فده معناها ان انت لما تنقل ديفاي ابلكيشن كبير زي بالانسر على نير بروتوكول، ده معناها ان انت اليوزرز هتروح تنقل الفند بتاعها بتاع الايث والتوكنز بتاعتها من ايثيريوم لنير بروتوكول. فده يقول لك ان في بوتنشال عالي جدا هيحصل في المستقبل لحاجه زي نير بروتوكول. فانت بتقيم بناء على الاخبار اللي بتظهر، بتقيم بناء على
المشكله اللي هو بيحلها، اللي انت عرفت المشكله اللي هو بيحلها ازاي عن طريق ان انت قريت الوايت بيبر بتاعته، وبتقيم برضو بناء على التيم اللي شغال. لازم تبص على البروفايل بتاع التيم. يعني لو انت بصيت على البروفايل بتاع التيم بتاع ايثيريوم فاونديشن او بولكا دوت او نير بروتوكول، دي ناس بتبقى هاي بروفايل. لو دخلت مثلا سي مثلا لو دخلت على نير بروتوكول، انا مش شغال في نير بس عشان ما حدش ياخد الموضوع ان انا بعمل ماركتنج ليهم يعني، بس لما تيجي تبص، انا لما دخلت بصيت لقيت ان الشاب ده كان شغال اوريدي في مايكروسوفت، وهو كان اصلا بيليد الميم سيكوال، وده بقى له ايليا ده بقى له 10 سنين، وهو كان شغال في جوجل، وهو اللي كان اصلا من الميجور تنسور فلو كونتريبيوتورز. انا عشان عندي باك جراوند في الحاجات التكنيكال، فانا عارف تنسور فلو وسمعت عن ميم سيكوال وعارف تاثيرهم على مشاريع كتيره جدا، ده غير ان هم اصلا يعني من الحاجات دخلوا في مسابقات الخاصه بالالجوريزمز. فالتيم نفسه لما هتيجي تبص عليه هتلاقيه قوي. فانت لما هتيجي تبص بيحصل حاجه اسمها ليستنج. الليستنج ده ممكن نتكلم عليه كده بسرعه، بس ببساطه ان بتيجي شركه زي نير تقول والله احنا هنبيع التوكن بتاعتنا بدولار للناس اللي هتيجي تشتري. ما كانش فيه توكن قبل كده خلاص، بس لسه هيتعمل لها ليستنج. فالشركه بتقول لك والله احنا قيمنا التوكن بتاعتنا بدولار، وهنعمل لها ليستنج على شركه اسمها مثلا كوين ليست. لو دخلت على كوين ليست، هتلاقيها دايما هي بكل فتره بتقول لك والله في مشاريع جديده هيتعمل لها ليستنج عندنا. يعني هم دلوقتي بيعملوا مشروع مثلا، في ليستنج المشروع اسمه كاسبر، تمام؟ ده مشروع معروف في يعني ليه علاقه بينافس مع ايثيريوم وغيرهم يعني. فانت هتروح والله تبص، خلينا ناخد مثال احسن يعني، خلينا نمشي احسن بالمثال. انا هلوج اوت كوين ليست. هي عباره عن الناس بتليست عليها التوكن لاول مره، ما كانتش موجوده قبل كده التوكن دي، فانت هتليست عليها التوكن علشان يحصل سيل. فانت بتشتريها بديسكاونت برايس، البرايس بتاعها ممكن يكون ولا حاجه يعني. نير دي لما بدات لما عملوا لها ليستنج كان التوكن بيتباع تقريبا ب 30 سنت، 30 ل 34 سنت. فانت دلوقتي بتتكلم في 5 يورو، يعني اولموست يعني 12 او 13 اكس. والكلام ده ما مرش عليه مثلا 4 5 شهور. فكوين ليست بتيجي تقول لك والله احنا هنلست المشاريع دي. فنير ده كان في اغسطس 2020، فلو ده كان في سبتمبر 2020. في تقريبا حاجة تانية لسه بتحصل دلوقتي مش عارف، تقريبا كان اسمها كاسبر. ايه ده مثلا مشروع من المشاريع اسمه كاسبر. ده بيعمل حاجه اسمها فيوتشر بروف بلوك تشين، بيابلاي بروف اوف ستيك كونسنسس الجوريزم اسمه كاسبر. هو مدي لك هنا تفاصيل اكتر عن المشروع. بتبدا عايز تعرف اكتر، بتروح تليرن عن المشروع نفسه من خلال ان انت تقرا الوايت بيبر بتاعتهم زي ما قلنا. برضو بص على الجيت هاب بتاعه، شوف الشغل اللي هو عامله، افهم هو بيتكلم يعني بيعمل ايه، المشكله اللي بيحلها. بعدين هتدخل هنا هيقول لك السيل بارتيسيبنت. لو بصيت على سعر التوكن هنا 1.5 سنت التوكن دي، طبعا مدي لك اكتر من اوبشن. بيقول لك ان انت ليك ليميت هنا، لو انت هتشتريها على 1.5 سنت ليك ليميت 100 دولار مينيمم، 1000 دولار ماكسيمم، 8% جزء من التوتال سبلاي، عدد التوكنز اللي هتتباع في الراوند دي بتاعت اوبشن 1 هتبقى 800 مليون توكن. بس خلي بالك ان اللوك اب بتاعها لمده 12 شهر، بمعنى انت مش هتاخد كل التوكنز مره واحده، انت هتاخدها على مدار سنه. بمعنى لو انت اشتريتها ب 1.5 سنت وانت ناوي تعمل مثلا الاستراتيجي اللي هي بتاعت الهولد لمده سنه وتبيع، فانت هتروح تشتري ب 1.5 سنت وتدفع 1000 دولار،
واخر السنه هتبيع على السعر الجديد ومش هتدفع مليم في الضرايب. فالناس فهمت النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان انت ازاي تربط ما بين الاستراتيجي وما بين هتشتري بكام وهتبيع على كام. فدي استراتيجي ودي طريقه في ان انت ازاي تبقى تتعامل مع حاجه زي كده. هل ده يجاوب على السؤال؟ طبعا. يعني كده احنا بنتكلم عن الاستراتيجي دي اللي هي انك بتشتري حاجه وهي عند الليستنج بالظبط، اللي هي بتاعه الهولد. فهو انا الهولد هنا ممكن اشتريها بعد ما يحصل لها ليستنج، ممكن تكون هي لسه سعرها رخيص. لان خلي بالك برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان بيحصل حاجه اسمها بامب اند دامب، بيجي ناس يشتروا التوكن بسعر رخيص، واول ما يحصل لها ليستنج وتبقى مثلا موجوده على سنترلايزد اكستشينج زي ماينانس او كوين بيس او غيرها، بيحصل ان السعر بتاعها بيبقى عالي جدا، فالناس بتروح تضمب كل التوكنز مره واحده. فانت طبعا هيحصل لك زي ما بيحصل لناس كتير، هيبقى عندهم اللي هي الفومو اللي هو فير اوف موفينج اوت، مش فاكر بالظبط يعني، اللي هو انت بتخاف بقى يعني. فانت هتروح تضمب التوكنز بتاعتك فتبيعها بسعر رخيص. فتاني انت لازم تكون مؤمن بالمشروع وفاهم المشروع بيعمل ايه وفاهم الشركه دي بتعمل ايه علشان تقول والله لا انا ناوي هولد سنه. النقطه الثانيه الفولاتيليتي عاليه جدا، فانت لازم تكون الفلوس اللي انت هتحطها دي ما تبقاش باقي عليها. انا مش بقول كده علشان حاجه، انا بقول كده عشان محدش يجي ياخد كلامي ده على ان هو انت ده اللي انت هتعمله. انا مش مسؤول عن اي حاجه يعني، دي مش فاينانشال ادفايس. انا اللي اقصده ان انت لو انت هتعمل انت اللي مسؤول، انت اللي هتفهم المشروع، انت اللي هتحدد الاستراتيجي، وانت اللي انت اللي هتاخد القرار في الاخر. تمام، ماشي يا شباب. السلام عليكم يا احمد. طبعا متشكر جدا على السيشن الجميله ديت. هو القصه بس اللي انت ما شاء الله اسلوب شرحك ممتاز، بس القصه ان البفر اتملى ودلدق تقريبا، يعني كميه معلومات جديده أنا جدا أنا عند عارف الناس. انا طولت، انا عارف انها طولت. لا 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 لا، هو ممتاز. هو قصه يعني ايه، احنا هتلاقي معظمنا سقط حاجات كتيره لانه اوريدي في حاجات كتير، يعني كل ما ندخل حاجه في حاجات بتقع. بس هو الشرح الاوفرول يعني شرح ممتاز والطريقه مبسطه وما شاء الله، يعني نؤمن انك واحد فاهم كويس جدا اللي انت بتقوله. لو ينفع المواضيع مثلا كانت تتقسم بس ايه، زي هي ممكن سيشنز صغيره او سيكشنز صغيره، ممكن حتى لو ترفعها على اليوتيوب او ترفعها على اي منصه وتشيرها، او حتى نكرر السيشن ديت على كذا حلقه، كل مره نمسك سيكشن معين نخش ونغوص فيه، واللي عنده اسئله فيه بعرف انت القصه اللي احنا بنقفز من حته لحته لحته لحته، فالتفاصيل بتتوه اكتر. بس هو شرح سهل بالظبط. انت عندك حق، هو الكونتنت كبير جدا والوقت قصير، مش يسمع ما يسمحش حاجه زي كده. بس هو احنا ممكن نقسم زي ما حضرتك قلت، هي الماب انا ممكن اسيبها، ممكن احطها على الفيسبوك يعني. فممكن كل فتره ممكن نتفق ان احنا نتكلم على موضوع بعين، يعني موضوع محدد هنخش نتكلم عنه، مش هنخش في تفاصيل ليها علاقه بالحاجات التانية. هل ده مناسب؟ ده ممتاز جدا، وكمان لو انت بتعمل ريكوردينج كمان ده يبقى عظيم جدا. يعني كل مره بس نمسك السنترلايزد، مش عارف اسمها ايه، سنترلايزد مثلا اكستشينجرز، وبعد كده المره الثانيه مثلا ديسنترلايزد انشورنس، والكلام ده كله نمسك كل مره بارت ونتكلم مشكلة. فيه، واللي عنده اسئله بحيث يبقى كل اسئله بنتكلم في الجزئيه دي بس، خلاص نستفيد اكتر بالاسئله. مفيش مشكله خالص يعني، احنا ممكن نرتب حاجه زي كده. يعني حاجه ممكن كل اسبوع نتكلم في نقطه معينه. ممتاز جدا، شكرا جدا. بس هو انا شايف يعني هو معظم الناس مشيت خلاص، فلو في حد بس عنده اسئله في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن يقول. بص يا احمد، هو بتاع ده يعني احنا ممكن نبقى نتكلم في القصه دي بعد ما نخلص، بس يعني انا متهيأ لي يعني بالنسبه لواحد زيي ممكن يكون مثلا الموضوع اللي هو الايه، ان انت تعمل comparative kind of building the foundations من حاجه الناس عارفاها شويه، او يعني حاجه ملموسه شويه، زي مثلا stock trading للكريبتو كرنسي مثلا trading. فانت ممكن مثلا المره الجايه تعمل ايه kind of gradual building للbase of knowledge لينا، بان انت تقارن مثلا الستوك بيحصل فيه كذا، طب الكريبتو بيحصل فيه كذا، فانت عارف انت ايه يعني كل ما هو مشابه او الكونسبتس المشابهه في الكريبتو للستوك.
او لحاجه مثلا ايه. هي المشكله ان الستوك ما فيهاش، في حاجات كتيره مش مشابهه ليها. انا عارف ان هي في حاجات كتير مش مشابهه، بس يعني ايه as much as possible، بحيث ان ايه يعني على الاقل ابسط حاجه في الستوك، الستوك بتشتغل على حسب الثمان ساعات بتوع الستوك اكسشينج اللي انت بتشتغل عليها او اللي انت بتريد عليها. في الكريبتو كارنسي هي شغاله 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. فلك ان تتخيل ان انت ممكن تبقى نايم اشتريت مثلا بدولار، فجاه تصحى الصبح تلاقيها ب 20 سنت او تلاقيها ب 20 دولار. يعني ال 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 عشان كده الموضوع فيه ريسك عالية جدا، الموضوع فيه فولاتيليتي عالية قوي. النقطة الثانية انا لك فاهم قصدي، انا بكلم ثاني يعني كونسبتس مش ما هو ده، ما هو هي دي الفكرة. عشان المقارنة نفسها مش هتبقى فير، لان هما عالمين مختلفين تماما في حاجات مشتركة. بس لما بتيجي تخش بقى في حاجات الدي فاي، عارف ان الدي فاي دي حاجة ادفانسد قوي، بيبقى الموضوع مختلف. مش هتقارن، بتتكلم في كونسبت جديد، مش حاجة موجودة قبل كده وانت يعني تسهلها على الناس. فالحل اعتقد الحل زي ما تقريبا في حد اتكلم وقال ان احنا ممكن نبسط الموضوع لحاجات صغيرة، نحطها لحاجات صغيرة، نبدأ واحدة واحدة من اول مثلا ازاي تعمل والت، ازاي تعمل مثلا الكي واي سي على سواء كوين ليست او سنترلايز اكسشينج. وبعدين نبدا بعد ما نخلص السنترلايز اكسشينج ممكن نبدا نمشي بقى واحده واحده على الديسنترلايز اكسشينج، لان دي ستيب ثانيه. وفي كل مره ممكن نتكلم بقى على الاستراتيجي اللي ممكن تبقى مناسبه، ان انت ممكن تستخدمها هنا ما تستخدمهاش هنا. يعني ده ممكن يبقى انسب شويه. مش عارف لو ده تمام، ممكن نعمل كده. يعني ممكن نخلي الموضوع يبقى نص ساعه كل اسبوع نتكلم في حاجه واحده خالص. هي دي حاجه ظريفه اكيد طبعا، يعني لو وقتك يسمح هتبقى هي لو نص ساعه وقت هيسمح، لو اكتر من كده يعني علشان برضو المجهود بيبقى في التحضير مش في العرض يعني. فأعتقد ان النص ساعه ممكن تبقى مناسبه، يعني لو احنا هنتكلم لمده نص ساعه، بحيث ان هو فكره يعني نحددها في حدود فكره، وبعدين ازاي تعمل كده، وبعدين نسيب ربع ساعه مثلا اسئله. بس. طيب اوكي، انا بالنسبه لي تمام يعني. طيب خلاص اوكي، مفيش مشكله. هل في حد عنده أسئلة تانية؟ يعني احنا نخلي النهاردة اليوم ده مفتوح، يعني مش شرط يكون موضوع محدد. أيوة يا أحمد، أنا مصطفى معك، شكرا على هذا التحضير اللطيف دوت. أنا بس عندي سؤال، هو فعلا الموضوع كله يعني ريال بودكاست ولا برضو بتتكلم إن في جزء كامل في النص؟ يعني هل أنا عملت my own research ودورت هل ده كافي، ولا في النص في حتة؟ لا تاني، هو ده مش كافي. يعني هو بالظبط مش كافي جدا. انا اللي انا بقوله ان دي البدايات، عشان تبدا بس تبدا تحكم اذا كان ده المشروع ده كويس ولا لا. تمام، قرارك ان انت بقى تاخد هتحط فلوس ولا لا في حاجه زي دي لازم يكون مبني على اساس ان انت واثق في المشروع. والنقطه الثانيه ان انت يكون عندك فيد بتجيلك من الكوميونتي. يعني هو هتلاقي في كل مشروع بيبقى فيه، لو دخلت بصيت على تويتر هتلاقي فيه ناس كده بيبقى هم بيدوا سبورت للكوميونتي، سواء في اسئله او في حاجات زي كده. بيبقى فيه مثلا تليجرام شانل او تليجرام شانل لكل مشروع، فانت محتاج تسبسكرايب عشان تعرف كل الاخبار بتاعتها. محتاج برضو تجوين الاوفيشال تليجرام شانل بتاعت كل مشروع. مش كل المشاريع عندها تليجرام شانل، بس انا ممكن تلاقيه على ديسكورد او على تليجرام. فانت محتاج تجوين برضو الحاجات دي عشان تعرف هم بيتكلموا في ايه. انت لازم تسال ولازم تعمل الريسيرش بتاعك. ففي الاخر هي مسؤوليتك في ان انت ايه، الموضوع مش بيفرقع كده وخلاص، وان انا هروح احط فلوس وخلاص لا، يعني لازم تبقى عارف انت هتنفست في ايه.
وخد وقتك وما تستعجلش، لان انت زي ما قلت لك في توكنز كتيره جدا الباترن بتاعها مثلا بيروح يحصل لها ليستنج وبعدين، او بيحصل سيل والناس بتشتري وبعدين يوم في التاني بتحصل ليستنج مثلا على باينانس او كوين بيس فالسعر بيرفع جدا، ومفيش تاني يوم بتلاقي السعر نزل النص. هو ده واضح طبعا، خصوصا 10 مثال البيتكوين اللي هو ما كنا بنتكلم في 1000 بالظبط. بعد كده وصل 20000 بعد كده نزل ل 3 بعد كده وصل 30 بعد كده 20 بالظبط. ودلوقتي بنتكلم في حاجه و50. فبرضه اللي هو مش بنتكلم زي موضوع الستوكس اللي هو السهم بيتحرك بيزيد 10% او 20%، بنتكلم فالكوركشن ممكن يبقى 30% يعني او 40% في يوم وليله. بالظبط بالظبط. لو انت قلبك خفيف هتبيع على طول. لو انت مؤمن وفاهم انت بتنفست في ايه فانت هتولد. برضو لازم يكون عندك اكزيت استراتيجي، يعني انت عارف هتاكزيت امتى. انت ممكن تحط تارجت، والله انا لو السعر هيهت مثلا، لو انا شاري مثلا ب 10 سنت والسعر وصل دولار انا هبيع كل حاجه مثلا، يعني ده دي استراتيجي. انا مش فارق معايا الضرايب، مش فارق معايا حاجه، بس انا خلاص انا كده بقيت بالبلدي كده مرضي، يعني شايف ان تمام. ساتيسفايد بالريفينيو ده وخلاص وهاجزت على كده. فلازم تكون محدد الاكزيت استراتيجي بتاعتك امتى او التارجت بتاعك ايه علشان تريح بالك، لان دي بتبقى فعلا على اللونج تيرم بتبقى هسل. يعني ما بالظبط دوت اللي انا وقاعد عمال تبص شايف، على السعر وكده لا، يعني بس خصوصا الارقام بتتغير بطريقه الارقام بتتغير غريبه في نفس اليوم كمان، يعني مش بالظبط. يعني انا زي ما قلت لك انت ممكن تبقى نايم تروح تنام تلاقي السعر كذا، تصحى الصبح تلاقي السعر مختلف تماما سواء نيجاتيف او بوزيتيف. واللي عايز اقوله ان مفيش حد 100% عارف ايه اللي بيحرك الماركت ده، يعني ما اقدرش اقول ان في بقى لا كونسبيرسي ثيوري ولا الكلام ده كله، بس في الاخر بالظبط دوت الكونسيرن بتاعي ان هو الموضوع مش فوركاست قوي، بس برضه يعني نقدر نقول في حته جامبلينج كده اللي هو الواحد ما يقدرش ما انا يحكم برضه ما عليها. اقدرش لا اقول برضه جامبلينج، يعني انا دلوقتي لو انا هطبق الكلام اللي احنا قلناه على زي ما قلت لك شركه انت فاهم هي بتعمل ايه وعارف التكنولوجي بتاعتها وعارف الكوميونتي بتاعهم وعارف الناس اللي شغاله وعارف يعني قريت عنهم وعملت الريسيرش بتاعك واقتنعت، خلاص ما بقتش جامبلينج. انت انا فاهم قصدك. زيها زي اي مشروع انت بتدخل فيه مع صاحبك مع شريكك، يعني ما بقتش جامبلينج. يعني انت لو انت فاهم انت بتعمل ايه، هي تبقى جامبلينج لو انت بدأت ان انت تحط توكن او تشتري توكنز في كل حتة وانت مش عارف اصلا هما بيعملوا ايه. يعني ده تعريفي للجامبلينج، يعني الجامبلينج ده لحاجة انت مش عارفها، لكن لو حاجة انت فاهمها لا انا معاك، بس عشان المتغيرات كتير قوي حتى في كل مشروع، يعني في المشروع الواحد كميه المتغيرات هو في اللي بتحرك متغيرات السعر فوق او تحت كتيره جدا. هو في متغيرات بتبقى على المشروع نفسه وفي متغيرات على الايكو سيستم نفسه. يعني لو حصل مثلا ان لو الناس فاكره لما سعر البيتكوين طلع ل 56000 وبعدين نزل ل 47 تاني، الكلام ده من اسبوعين تقريبا اولموست بالظبط يعني اسبوعين، اللي حصل ببساطه ان طلعت واحده في الخزانه الامريكيه قالت معلومه وقالت ان احنا شايفين ان البيتكوين، يعني هي مش عاجبها البيتكوين، حطت نيجاتيف سنتمنت عن البيتكوين. وجه بعد كده واحد زي بيل جيتس برضو قال نفس الكلام، قال ان البيتكوين بتستهلك كهرباء كتير جدا واحنا لازم ما ندعمش حاجه زي كده. دي كلها نيجاتيف سنتمنت، دي اثرت على البيتكوين واثرت على الايكو سيستم كله، فاسعار التوكنز نزلت جدا. فانت محتاج تبقى محدد والله ان السنتمنت دي هتاثر فعلا على المشروع بتاعي ولا هي هتبقى حاجه عابره وخلاص. لو انت راجل رحت اشتريت على 47000 وفجاه طلعت 56 وبعدين نزلت مثلا 30 او 40 انت هتخاف يعني برضه. فعشان كده تاني لازم تبقى مأمون بالمشروع، لازم تبقى عارف ان بتعمل ريسك اسسمنت صح. يعني لو انت حاطط جنيه يبقى عارف ان الجنيه ده انا مستعد ان اخسره كله يعني ما. وبعدين ما تحطش كل فلوسك في حاجه واحده، يعني دي قواعد ثابته في اي حاجه سواء في بورصه او في كريبتو او في اي حاجه، يعني لان انت ما تضمنش يعني ايه اللي هيحصل. بس ف السلام عليكم. ف
فدي نقط، دي نقط ملهاش علاقة بالكريبتو، دي نقط ليها علاقة بإن أنت الاستراتيجي بتاعتك إيه يعني. لو أنت تمام بس شكر جدا يا اخي. اوكي اعتقد ان احنا كده خلاص، بس اتليست احنا اتفقنا يعني ممكن نعمل ايه بعد كده. وانا مش عارف اعمل ستوب للفيديو ده ازاي. شباب حد بس يقول لي اعمل ستوب ازاي عشان مش عارف. المفروض في ريكورد على الشمال، لو انت كنت دوست عليها المفروض هي بتوقف. دي ريكورد، انت بتتكلم على تسجيل الفيديو ولا حاجه ثانيه؟ لا عايز اعمل ستوب شير. تمام بالظبط.